بينما تعطلت الحياة بسبب كورونا، تتواجد الإغاثة الإسلامية دائماً في قلب الحدث لتغيث المحتاج كي لا يتألم، لنحميه من المرض، لنكف عنه الأذى. بتبرعك للإغاثة الإسلامية عبر العالم نصل إلى الأشد ضعفاً وحاجة مثل مريم، معاً نرسم البسمة على وجهها. تبرع الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم، تبرعاتكم في أيد أمينة. روحك أمانة، البس الكمامة عشان أولادك الصغار، إلزم نفسك بالدار عشان رضا الوالدين، عقم الإيدين عشان أصحابك الحلوين، ابعد عنهم مترين عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا، حوار خاص، لقاء خاص على كنار تي في، صوت العرب من كندا. أنا محدثكم جمال الشريف. قبل سنة تقريبا بدأ الكوفيد في نورث أمريكا، خلينا نحكي كندا وأمريكا، وصار في كلام كتير على سوق العقار. هل سيتغير سوق العقار؟ هل ستنزل الأسعار؟ هل سترتفع الأسعار؟ استضفنا مستشار عقاري في ذلك الوقت، الأستاذ وضاح الغصيب، وصراحة قلنا بكل وضوح أن سوق العقار الحمد لله وخاصة في كندا تقريبا مستتب ولا ينزل نزول صادم، وخاصة استشهد بالأزمة اللي صارت في 2008 في الولايات المتحدة الأمريكية بالذات وسوق العقار هناك. وقالنا أنه فعلا سوق العقار في كندا أثبت وجوده في ذلك الوقت، وقالنا أنه سوق العقار لن يسقط في كندا، بالعكس سيزيد. طبعا كان أنا وعند كثير من الناس شكوك، هل هذا صحيح؟ هل هذا ممكن؟ سوق العقار كيف بده يشب ويزيد وإحنا في فترة الكوفيد والناس مش قادرة أصلا تعرف شو المستقبل وشو اللي مخبيه لها. لكن بعد سنة أثبت إنه كانت أرأنا خطأ وللأسف، وهو كان الصح. فعشان هيك اليوم حابب أنا أستضيفه مرة تانية يتكلمنا عن سوق العقار واللي صار بالسنة الماضية وشو متوقعاته للمستقبل القريب. طبعا رحبوا معاي بصديقنا وصديق البرنامج المستشار العقاري السيد وضاح الغصير. أهلا وسهلا فيك أستاذ وضاح. أهلا وسهلا دكتور جمال، شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير، كيف حال المستمعين؟ الله يخليك. أنا في بيت وراي فور سيل، شايفه؟ بس ما يكون بيتك. لا لا لا، الحمد لله الواحد عنده بيت هالأيام. الحمد لله. اللي عنده بيت محظوظ هالفترة هذه أكيد. سيد وضاح، لو تعرف الناس بنفسك، من هو وضاح الغصين عشان الناس تعرف عنك أكثر وندخل في الموضوع إن شاء الله. أنا ريل استيت بروكر، طبعاً بنضم لشركة رويال لابيج تيم ريالتي. رويال لابيج من أكبر الشركات الكندية المملوكة كندياً بكندا، وإحنا بنملك حوالي 30% من قيمة العقار والبزنس، خاصة بالكابيتال اوف كندا أوتاوا. في عندي تيم نتكون من 9 أشخاص، 8 منا licensed real estate agents، وطبعا إحنا بنحاول كل جهد إنه نقدر نأمن كل الاستشارات العقارية للجالية الموجودة بكندا بشكل عام، أو بأونتاريو أو بأوتاوا بشكل خاص بطبيعة الحال. الحمد لله التيم تبعنا عم بكبر بشكل جيد جدا الحمد لله، وعندنا من التيم مالتي كلتشر، في عندنا
ناس فرانكفون بالتيم، في عنا ناس من الأصول الهندية، في عنا ناس من الأصول الشينيزية، فعنا ميكس كتير حلو وبستقطب كل أنواع الزباين، وهذا بيساعدنا طبعا على خدمة الجالية العربية، خاصة إذا كنا إحنا عارضين البيوت هذه للبيع. نعم طبعا السيد وضاح أشهر من نار على علم في مدينة أوتوا، اللي بده يشتري بيت أو شرى بيت أكيد أكيد مر عليه اسم السيد وضاح والتيم تبعه. طبعا التيم معاه تيم رائع، بيشتغلوا بكل ثقة وأمانة، وصراحة يعني أنا من الناس اللي بعرف وضاح لمدة طويلة وبعرف قديش هو مجتهد هو والتيم تبعه في شغلهم. يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. تسلم تسلم الله يخليك. تسلم سيد وضاح، احنا زي ما حكيت في المقدمة قبل سنة انا استضفتك في البرنامج هذا وكنا على شاشة قناة كنار، وتكلمت انت عن ثقتك بالسوق الكندي. انا شخصيا ويمكن بعض المشاهدين كان عندنا بعض الشكوك، قال معقول يعني قديش بده يرتفع، وللأسف يعني الارتفاع اللي صار في البيوت ارتفاع انا بسميه صاروخي. صحيح خاصة في السنة الأخيرة. لو تتفضل تحكي لنا، تعقب لنا عن اللي صار في السنة الأخيرة هذا. شوف، هو اللي تكلمنا فيه احنا السنة الماضية اول ما بلشت الصدمة، خلينا نقول لكل دول العالم واكيد لكندا، في كتير ناس توقعوا انه الماركت كله يصير فيه كلابس وكراش بكل كندا بشكل عام. ولما طلعنا لايف كنا بنتكلم انه قديش احنا واثقين بالاندستري والحكومة الكندية اللي موجودة حاليا، والدعم اللي كانوا اياميها واعديننا فيه. فعلى هالاساس وعلى الاحصائيات والاندكسينج والديت ريشيو اللي موجودة بكندا وكل هاي الأرقام، كان بدل على إنه العقار بكندا كتير قوي وما بنخاف عليه. وتكلمنا شوية بهالموضوع. طبعاً إحنا بالنهاية بنستدل على كل هاي الأرقام وعلى هالأساس بنبني توقعاتنا. والحمد لله طبيعي، يعني الوقت أثبت إنه الاقتصاد الكندي بلعب لصالح العقار. اللي صار أكتر في الموضوع اللي ساعد العقار على أساس يطلع بمعظم، خلينا نقول عشان ما نعمم أكيد، بمعظم الدول بمعظم المدن اللي موجودة بكندا، اللي هو الشح أو النقص بالبرودكت أو بالمنتوج العقاري. فاللي صار طبعا انه مع ضربة كورونا او كوفيد 19 في كتير ناس تخوفت انه تعرض بيتها على الماركت، مع انه احنا كنا عندنا خطوات وكان عندنا سيفتي ميجرز ومنحاول نستعملها باقصى الحدود حتى نحمي اصحاب هاي البيوت من أي زائر ممكن يكون عنده كوفيد 19 أو كورونا. بس بطبيعة الحال الناس خافت وكان في بلبكة وكان في بانيك كبير، فكتير ناس خافت وما عرضت بيوتها للبيع وأجلت البيع. فاللي صار ضعف العقار اللي موجود في الماركت أثر كتير، فصار العرض كان لسه موجود وبكثرة، لأنه كانت كندا مستقطبة قبل مرحلة الكورونا، مستقطبة عدد كبير من الإميجريشن، غير إنه في ناس كتير مع الانترست ريتس كانوا عاملين أبليكيشنز وعاملين أبروفلز أو موافقات مبدئية من الحكومة على مورجيجز بأسعار الانترست اللي هي تعتبر هيستوريكلي لو. ففي ناس كتير كانت بدها تستغل هذا الموقف وحتى تقدر تلحق تشتري بيت قبل ما تصعب الأمور. وطبيعة الحال لأنه الحكومة الكندية كجوفرمنت معظم الموظفين، مع أنه طلبوا منهم أنهم يقعدوا في بيوتهم ويشتغلوا من بيوتهم،
ما صار في ماس لي اوف، يعني ما صار في طرد للوظائف، ما صار في اشغار للوظائف، خاصة أنا بتكلم عن الحكومة كإندستري، وبتكلم كمان طبعاً بطبيعة الحال على الهاي تك ماركت برضو والميديكال إندستري. كل هذه الإندستريز قوية بشكل كبير جداً، وبالإضافة طبعاً للإندستري اللي هي الأونلاين شوبينج أو الويب شوبينج، زي طبعاً شركات الأمازون وخلافه. هذه الشركات قوية بشكل كبير جداً، والشركات اللي بتعمل الجروسري كمان الجروسرز قوية بشكل كبير جداً، وفي منهم كتير حتى فتحوا أفرع، وفي منهم كتير صمموا يجددوا العقود اللي موجودة عندهم لفترات أطول حتى يضمنوا الأماكن اللي هم مستأجرينها. فطبعا هاي كلها الوظائف كانت محمية بشكل أو بآخر. طبعا في وظائف طبعا للأسف ناس كتير تركت من أشغالها، زي الوظائف اللي بالريتيل ماركت، طبعا هدول تأثروا جدا، وزي وظائف اللي بالريستورانت اندستري طبعا تأثروا بشكل كبير، وبعض من السيرفيسز زي مثلا المساج ثيرابيست والفيزيوز والوظائف هذه، مع انه اعتبروها اسينشال وركرز، الحكومه ما اثرت، عملت بروجرام ضخم جدا كلفت الحكومه لغايتها ال 8 بليونز، وضخت اموال ضخمه جدا بالسوق، وعوضت ناس كتير ودفعت أموال ضخمة، وتكلمنا طبعا بهالموضوع بأول الضربة، فالناس حست بأمان. هذا الأمان لما يوجد عند شعب بيطمن نفسيا، فهذا الكلام طبعا أثر على النفسية للشعب الكندي، واطمنوا أنه الماركت بحالة جيدة، خاصة البايرز. البايرز اطمنوا، السيلرز هلا لسه خايفين انه هم ينصابوا بالكورونا، فما بدهم يعرضوا البيوتهم للبيع، لكن البايرز حسوا بالامان، بقول لك انا طب انا ما خسرت وظيفتي، ما تغير علي شيء، بعدني بشتغل، بعدني بقبض، ما عندي مشاكل، طب ليش انا موقف في الشراء، خلينا اكمل اشتري. فمعظم اللي كانوا بيفكروا يشتروا وقفوا حوالي قول شهر زمان، بعدين رجعوا يتصلوا فينا بشكل قوي جدا، فصار في طلب لكن العرض مش موجود. واحدة من المشاكل اللي كمان صادفتنا اللي هم الديفلوبرز أو البيلدرز أو البنا اللي بيبنوا البيوت، لما صار في لوك داون، كومبليت لوك داون، طبعا هدول البيلدرز وقفوا تماما البناء بأول مرحلة إذا بتتذكر، وهدول طبعا صار في زي ما تقول فريز كامل للبراند نيو هاوسز، فهذا صار طبعا عمل ضغط كبير جدا على الماركت، لانه في كتير عدد ضخم جدا من الناس كانت بتشتري عن طريق البيلدرز، فهذول الناس اللي كانوا بيشتروا عن طريق البيلدرز راح الخيار هذا قدامهم، لانه البيلدرز بطلوا يبيعوا، وقفوا لمده حوالي 3 اشهر شغل تماما، فاضطروا انهم يلجؤوا للريسيل، والريسيل أساساً ما في عرض كتير، البرودكت كان كتير ضعيف اللي موجود في الماركت، فصار في ضغط عليه ضخم جداً، فتحول الموضوع لمولتيبل أوفرز ومزايدات أو نسميها بيدينج، صارت الناس تزود على بعض وترفع بالأسعار، وارتفعت الأسعار بشكل طبعاً ملحوظ جداً زي ما شفنا وزي ما هلأ لسه لغاية هلأ عم نشوف. طيب احنا يعني انت بتلخص اللي حكيته انه الديفلوبرز ما صار عندهم ايقاف لبعض البناء، طبعا العرض والطلب مهم جدا في السوق هون، المهاجرين اللي اجوا في 2019 واول 2020، وبالاضافه الى ذلك الانترست ريت. خليني اركز شوي على الانترست ريت، الانترست ريت نزل لاقل من واحد، بعض البنوك كانت تعطي اقل من 1%، وهذا يعني ما بعرف إذا في أي بلد تاني قدرت تسوي هذا الشيء، طبعاً هذا بدعم من الحكومة، فهل تتوقع أنه هذا الانترست ريت لعب دور كبير فعلاً في تشجيع الشراء والبيع في سوق العقار؟
طبيعي طبيعي، الانترست ريت هذا شجع كثير الناس انهم يرجعوا يفكروا يخوضوا هذه التجربه ويرجعوا يفكروا انهم يدوروا على بيوت يشتريوها للعقار. الانترست ريت طبعا اللي كان اقل زي ما انت تفضلت اقل من 1%، هذا طبعا في كان في شروط معينه وكان في مواضيع معينه، بس بكل الاحوال كان موجود لبعض البنوك مش كلها، بس اللي كان متعارف عليه أكثر اللي هو 1.5 و1.6 وفي بعض البنوك 1.4 بيعطوك لمدة 3 سنين أو 4 سنين fixed closed rates، وهذا طبعا يعني نصلي أنا يمكن حوالي 20 سنة بالمصلحة بس ما عمري شفت أنا بحياتي الريل استيت الريت هذا أبدا، وحب حياتي كلها حتى. فهذا الريت طبعا كان شيء ملحوظ جدا وكان لافت للأنظار وبعطش البايرز انهم يشتروا بالعقارات بهذا الريت، خاصه الانفسترز. الانفسترز لعبوا او المستثمرين، خاصه المستثمرين الاجانب لعبوا دور كبير بغلاء الاسعار، والمستثمرين اللي جايين طبعا من الميدل ايست ومن اسيا بشكل خاص لعبوا دور ضخم جدا بغلاء الأسعار، صار في شراء من خارج كندا واستثمارات ضخمة جدا بالضخ بكندا يعني بأوتاوا احنا شفنا ناس عم بتحول بالعشرة مليون وعشرين مليون عشان يشتروا 30 و40 و50 بيت يعني ضربات واحدة يعني، فكان الموضوع كتير ضغط على الماركت. واحدة من النقاط اللي يمكن ما ذكرتها مظبوط، اللوك داون كمان أثر بطبيعة الحال على المنسيباليتيز. شو اللي صار بالمنسيباليتيز؟ طبعا المنسيباليتيز اللي هي مثلا سيتي اوف اوتاوا، سيتي اوف تورونتو، هدول هم اللي بيعطوا البيرميتس للبيلدرز وهم اللي بيعطوا البيرميتس للفاسيليتيز وللميه وليمدوا الميه والكهرباء والغاز. فلما صار اللوك داون طبعا هدول معظم الموظفين صاروا يشتغلوا من البيوت، فالبيلدرز حتى لو بده يعمل بروجكت يعني اوكي عنده بروجكت كان بده يبيعه وقف البيع لانه هو مش عارف المستقبل شو بده يصير فيه وما عنده كونتراكترز اصلا انهم يبنوا. حتى لو في بروجكت كان هو بفكر يعمل له سب ديفيجن او يقطع الارض ويطلب من البلديه تمد له الميه والكهرباء والغاز او ترسم له المخطط او توافق له على مخطط معين، البلديات اساسا صار عندها حاله فريز لمده 3 اشهر، فما كانوا يلبوا البيلدرز أساساً. فكل هذا طبعاً صار فيه تأخير، 3 أشهر للبيلدرز بأخر البيلدرز لمدة سنة وأكثر. فعشان صح. هيك البيلدرز هلأ معظم البرودكت اللي بيعرضوه هلأ على الماركت ما بتراوح كل ريليس ما بين 5 بيوت ل10 بيوت، بينما قبل الكورونا كنا نلاحظ كل ريليس يبقى فيه مثلاً 50 بيت 100 بيت، تروح تنقي انت القطعة وتختار وتختار الماضي اللي بدك تحطه على القطعة. هلأ لا، هلأ بيطلعوا لك 5 بيوت وبستنوا لانه ما بيعرفوا اذا البلدية فعلا حتلبيهم بالسرعة اللي هم وعدين الناس يمدوا المية والكهرباء والغاز والشوارع والفاسيليتيز والامينيتيز وكل هالكلام هذا. فزي ما تقول they're testing شوي شوي وخايفين يعملوا promise لما يصير عليهم تأخيرات أكيد بيصير عليهم عقوبات، فهم صحيح. ما بدهم يدخلوا بهالمرحلة. صد وضاح الانترست ريت الآن شوي ارتفع، فهل هذا معناه يعني صار هلا أنا بتوقع بين 1.5 و2 الأفريج، فهل هذا حيخفف من الماركت، حيخفف من الحدة تبعت الماركت؟ هلا هذا يعني أكيد مش خفف يعني هو كتير لأنه يعتبر برضو كتير واطي أساساً يعني إحنا لما كانت الانترست ريت 3% و3.5% كنا ونطلع منغني على هالانترست ريت ومنبيع بيوت على هالأساس، لأنه كنا نعتبر 3% يعني هذا كنا بنقول عنها historically low أصلاً. صحيح. فالthe fact إنه نزل 1%, 1.5%, 2% اكيد هذا بعض يعني شيء كبير جدا بالنسبه للبايرز والمستثمرين الاجانب. فحتى لو انه طلع بتصور حتى لو طلع ل 3%
هلا اخر الريت هلا حاليا اللي موجود ارخص شيء موجود في الماركت بحدود 2.10، فبعده الريت كتير واطي هذا لمدة 5 سنين. طبعا الفاريبل بكون ارخص كمان، الفاريبل ممكن يوصل 1.5، فالكلوز بعده كتير واطي وكتير ملائم يعني ممكن يشجع الناس اكيد على الشراء، بخفف شوية من الناس اللي طبعا اللي كانت يعني يدوب على الحفة البادجت تبعتها، فلما قفز هالقفزة الصغيرة أكيد في بعض الشريحة من الناس اللي كانت يدوبها تقدر تشتري بيت هلأ بطلت، طبيعي هذا شيء متوقع، فاللي استغل فرصة 1.5 أو 1% كسبها. هلأ لسه في variable، فممكن حتى هدول اللي كانوا بيحلموا أنهم يشتريوا بيت ممكن ياخدوا variable 1.5 لمدة 5 سنين، وبعدين إذا ارتفع شوية بدهم يحاولوا يضبطوا الميزانية تبعتهم. أنا وياكم مشاهدينا نحضر هذا الفيديو السريع اللي بتكلم عن تغير أسعار المنازل في كندا. سريعا، هو تقريبا أقل من دقيقة. زي ما أنتم شايفين كيف الارتفاع صار أول إشي في بريطانيا بعدين إسبانيا، طبعا هذا بيحكي عن 2006، هلأ إذا شايفين هون بالزاوية 2007 في الكوارتر الأول الثاني الثالث، كندا بدأت في 2009 طبعاً هذه نسبة ارتفاع الـ النسبة المئوية. كندا بقت من 2000 هذا مش بالشرط إنه كندا هي أغلى، لا مش أغلى دولة. بس عشان نوضح للناس نسبة الارتفاع هاي. فالظاهر انه هون ارتفعت النسبة المئوية للبيوت في حوالي 10 سنوات او 12 سنة الى 168%، وهذا رقم طبعا كثير، لكن الارتفاع اللي شفناه فعلا هو في السنة الماضية اللي هي سنة الكورونا. صحيح. في بعض المنازل ارتفعت 100%. صحيح في مناطق مثلا برا، يعني خلينا نقول اذا بنتكلم عن الكابيتال مثلا، في مناطق برا برا اوتاوا زي راسل زي روكليف روكلاند عفوا زي زي امبراير زي كل زي رينفرو، هاي المناطق كليتها كان البيوت فيها جدا رخيصه يعني تعتبر، وزادت بشكل ملحوظ لانه صارت بمتناول اليد بالانترست ريت الجديد، وبحكم انه الناس صارت تقدر تشتغل من البيوت فصاروا مش مضطرين يسكنوا بالمدينه نفسها، فصاروا يروحوا على الضواحي. في كثير من البيزنسز ومن الاندستريز تلائمت مع الوضع الجديد وقالوا للموظفين تبعونهم مو يعني ما بدنا نشوفكم اصلا، فيك تضلك تشتغل من البيت خلص على طول، يعني هذا السيستم تبعهم الجديد وممكن تضلك تشتغل فروم هوم and we don't need you at the office at all، وصاروا حتى يصغروا مساحة المكاتب تبعتهم. فهدول الناس بقول لك طب انا ليش عايش بالداون تاون، سواء بتورونتو سواء باوتاوا سواء بفانكوفر ايش ما يكون يكون المكان يعني، بس صاروا هدول الناس بقول لك طب احنا انا ليش قاعد بالزحمة وكلهم بيطلع ببيع الشقة تبعته اللي مثلا بتورونتو حقها $1,000,000 وبروح بيشتري له قصر برا تورونتو بعيد ساعة أو ساعة ونص، مو مضطر يعيش يضل في تورونتو. فهذه الضواحي كليتها شهدت ارتفاع ملحوظ لأنه صار عليها ضغط جدا كبير، وبالضعف البرادكت اللي موجود طبعا ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ جدا. وزي ما تكلمنا هلا العقار زي الشارت اللي تفضلت فيه جدا جميل، يعني في برضو شغلة من الشغلات اللي الناس كتير بتسألني بتقول لي أوكي طيب أنت يعني هذا يعني هل ممكن يكون بابل، يعني مثلا يعني خلينا نتكلم عن الكاندو ماركت بالذات. الكاندو ماركت بالذات كندا مش ملح يعني مش واصلة لمدن العالم الجي 20 الثانية،
يعني نذكر لك مثال، مثلا الترتيب بالسكوير فوتج، انا بتكلم يعني ككوندو، الترتيب بنلاحظ انه اعلى تكلفه بالسكوير فوتج هي للابارتمنت، هي هونغ كونغ بالحق. وضح انا بس انا رحت هونغ كونغ كانوا بيعوا بالسنتيمتر المربع، يعني البيت 100 متر و10 سنتي مربع بحسبوا العشرة هاي كمان. بحسبوا كله. فاللي نقوله يعني انه هونغ كونغ بالاول، بعدين تجيها بنجين، بعدين تلحقها لندن، بعدين طوكيو، بعدين سنغافور، بعدين روم، بعدين نيويورك، بعدين باريس، بعدين تيجي فيينا، بعدين سكوتلهم، بعدين سان فرانسيسكو، بعدين سيدني، يعني لغاية هلأ كل هذه مدن عالمية ضخمة جدا ومدن عالم بالجي 20، ولسه ما وصلنا على كندا. بعدين منلاقي فانكوفر، بعدين بتيجي مكسيكو سيتي، يعني تخيل مكسيكو سيتي حتى أغلى منه. بعدين بتيجي تورونتو، بعدين بتيجي ملبورن، بعدين بتيجي مونتريال. فيعني احنا لسه بعدنا، يعني احنا حتى اوتاوا ما وصل، يعني مش مبينة لسه على الشارت بالنسبة للكاندو أنا بتكلم. فأنا اللي بحكيه دائما بقول للناس إنه اللي عم بصير هلأ بالنسبة للماركت بأوتاوا is a correction، لأنه إحنا أساسا كنا بكندا نعتبر رخاص بالنسبة لدول العالم جي 20، الدول العالم جي 20 بالسكوير فوتج والعطارات اللي أنا ما بتكلم طبعا بالمدن الريفية، طبعا في استثناءات دائما يعني، فعشان واحد ما ياخد كلامي أنا بتكلم عن المدن أو العواصم ضخمة للجي 20، ما بتكلم عن مدن العالم الثالث مع احترامي طبعا للجميع، نتكلم عن جي 20 وخاصة الجي 8. اوكي، هذه الدول كل العواصم والمدن الكبيرة الاندستريز اللي موجودة بهذه العواصم بتفوقنا بمراحل بالأسعار. فإحنا كندا ككندا إحنا اللي عم بصير هلأ correction to the right path، فهذا اللي نحب نوضحه. طب أنا بدي أركز على نقطة أنت تكلمت فيها، إنه معظم اللي بيشتغلوا من المنازل الآن صاروا يبحثوا عن بيوت خارج المدن لسهولة الموقف. طب مدينة أوتاوا، خلينا نناقش مدينة أوتاوا. مدينة أوتاوا تعتبر يعني مدينة الحكومة، الفيدرال جوفرمنت، معظم اللي بيشتغلوا فيها بيشتغلوا في الفيدرال جوفرمنت، ويمكن 30% بقطاع الهايتك. هل تتوقع إنه يصير ميجريشن من داخل المدينة إلى خارجها أكبر في الفترة القادمة، لأنه معظم الفيدرال جوفرمنت خلاص حكون لهم ضلوا في البيت، الشغل أحسن ومور إفيشنت، فهل تتوقع إنه يصير أكثر خروج خارج المدينة الآن؟ شوف، هو إحنا هلأ حالياً عم نلاحظ هذا الموضوع، عم نلاحظ انه في كتير من الناس فعليا يعني احنا على قدرنا احنا مثلا انا استاذ وضاح بدي توقعاتك لانه السنه الجايه حنحكي فيها. شوف احنا بالاخر معنا كريستال بول دكتور، ها؟ فاحنا احنا يعني احنا بنشوف الدراسات وبنشوف الارقام، بس اللي احنا شايفينه هلا حاليا اذا الاندستريز ضلت على الوضع اللي هي فيه، انه اتحبذ إنه الموظف اللي عندها إذا بيقدر يشتغل من البيت يضلوا يشتغل من البيت، إذا صار هذا حتى مع الفاكسينيشن وإن شاء الله مع نخلص من هالكورونا ونخلص من هم هالكورونا ومن الكوفيد، إذا انحلت هذه المشاكل كلها ولسه الشركات متبعة المنطق إنه لا خلاص إحنا اعتمدنا إنه كل يعني مثلا 70% 80% الموظفين ممكن يشتغلوا من البيت، ما في مشكلة. وهذه طبعا الطريقه هذه اثبتت انه مور برودكتيف، يعني في كثير ناس كان يقول لك اوه تشتغل من البيت انت يور نوت برودكتيف، بس هذا اثبت العكس اكشلي لكثير من الاندستريز، اجين ما بعمم انا، بس لكثير من الاندستريز اثبتت انها مور برودكتيف، يعني صار في ضغط اكبر على الموظفين، صار في ميتينجز اكثر، صار في ضغط، صار في انتاج اكثر، صار في الموظف يهتم اكثر بحكم انه قاعد في البيت ومرتاح، فبقدر ينتج اكثر بشكل اسرع ومش مضطر انه يضيع من يومه ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه عشان يطلع من بيته للشغل او اللي هو الترانسبورتيشن تبعه. فصار في عنده برودكشن، صاروا مرتاحين اكثر،
صاروا بيقدروا ياخذوا بريكس براحتهم وبيرجعوا متنشطين اكثر وصار الانتاج تبعهم افضل بكثير. اللي احنا ملاحظينه بالستاتستكس انه حاليا في مناطق زي ما انت تفضلت يعني خاصه باوتاوا، في مناطق زي أوزغود زي راسل زي إمبرن زي تكلمنا على كم منطقة تانية روكلاند سواء إيست أو ويست أو ساوث، في مناطق زادت 67%، في مناطق زادت 38%، في مناطق 69%. هلأ ممكن أنا يعني أحكي لك منطقة منطقة بس يمكن ما بهم كتير الناس التفاصيل، بس هذا يعني بيبين لك انه في فعلا ضغط على هذه المناطق وفي عدد بيع اكبر لهذه المناطق. وملاحظ حتى البيلدرز صاروا يعني في كتير كان يبقى بهذه المناطق اراضي فاضيه معروضه للبيع، دائما كنا نلاقي اراضي فاضيه معروضه للبيع بال100 ايكر على 100,000 وبال200 ايكر على 300,000 يعني برخص التراب كانوا مزارع وكذا. هلا يعني صرنا مستحيل نلاقي إشي المعروض للبيع، كله صار مبيوع. يعني البيلدرز عم بضخوا أموال ضخمة جدا بهذه المناطق، بهذه المناطق الخارجية، لأنه هم شايفين وين الفيوتشر وشايفين إيش اللي عم بيصير. ومع البيزنسز إنهم عم بخففوا المساحات اللي موجودة عندهم للأوفيسز، فبيوفروا فلوس كمان. فبقول لك أنا ليش أقعد أعمل مكتب للدكتور جمال ومكتب لوضاع ومكتب لفلان ومكتب، بروح بيشتغل من بيته، بوفر كهرباء، بوفر سبيس، بوفر أجار، بوفر طبعا مفهوم الكلام. فأفضل للإندستري وأفضل لل طبعا للإمبلويز والموظفين. يا صار في مصطلح حتى non personalized places or offices، هلا إنك تيجي بتقعد وهو مش بوفيسك. في عندنا كم سؤال من المشاهدين وحرجع لأسئلتي إذا بتحب نجاوبهم أول. هل ممكن أن تنخفض أسعار العقارات في الفترة القريبة؟ كي. هلأ حسب وين بنتكلم، ما بعرف الأخ المشارك معانا بأي منطقة بتكلم، بس إذا بنتكلم مثلا خلينا نتكلم عن بشكل عام بكندا بشكل عام، ممكن نلاحظ very modern هدوء خلينا نقول، يعني مش زي ما بنتكلم احنا بضربة 2008 اللي هي الماركت كراش اللي صار بايام ستيفن هاربر لما عمل ماس لاي اوفز فور الجوفرمنت امبلويز برضو وي ستوك اور جراوند ك اندستري بكندا، لما الهاي تك ماركت بابلد وكراشت اللي هي الدوت كوم كومبانيز بالتسعينات برضو الماركت بكندا ستود اند هولد ديد هولد ذا جراوندز. فما بتصور انه الماركت ينضرب، بس في مناطق طبعا حتهدى وحيصير فيها هدوء كبزنس. في طبعا مناطق اكيد تضررت لانه بحكم في مصانع سكرت فيها او في اندستريز كامله سكرت فيها للاسف، يعني في ما بدناش نسمي فيليجز، بس اكيد. بس بشكل عام ما بتصور كندا انه تنضرب بشكل سريع. It's a safe country well funded government، في عندنا good industries وفي عندنا natural resources، وإن شاء الله مع الحكومة الجديدة الموجودة مع جو بايدن ممكن بحكم إنه الطرفين كتير متلائمين بالأفكار وبتواصلوا بشكل جيد جدا وفي علاقة طيبة جدا بيناتهم، فنتوقع إنه يصير في بس تهدى الأمور شوية مع كوفيد وكذا ويقدروا يصحوا شوي لحالهم، أتوقع يصير في industry باونس باك بشكل قوي جدا. طبعا الإيجار عم بيرتفع أيضا، وهذه نقطة مهمة لأنه بيرتفع سعر البيت فبيرتفع إيجاره، فهل تتوقع أنه برضو بسأل هون عن الإيجار بالنسبة للطلاب طبعا هو للكل، يعني هل رح يصير عليه ارتفاع؟ شو الإيجارات هو يعني بالأبارتمنت ماركت انخفض
بالأبارتمنت ماركت انخفض، لأنه مع ضربة الكورونا هذه طبعاً أنا ما بعمم، ما بعمم في كل مدينة شكل، بس بتورونتو الأبارتمنت ماركت انخفض. تورونتو وضع مختلف شوي، تورونتو فرضوا تاكسز على البروبرتيز، الفيكنت بروبرتيز، فكتير صار من الانفسترز اللي كانوا شارين هاي البروبرتيز مجرد تجميد أموال زي ما منقول، وكانوا سايبينها فاضية، اضطروا يعرضوها للأجار، وفي ناس قررت تبيع البروبرتي ككل، بقول لك لا إيش أنا ما بدي أجرها، ما بدي وجع راسي المستأجر، أنا كنت مشتريها بس إنفستمنت واستنى الماركت يطلع، وعملوا مصاري فيها منيح وانبسطوا فيها، بقول لك خلص فلشت للسلت. فهذه طبعا العقارات الأبارتمنت بالذات صار فيها ضغط بالسوق خاصة بتورونتو، فالأجارات بتورونتو الأبارتمنت هديت، وكمان حتى بأوتاوا الأبارتمنت شوية هدت الأسعار طبيعة الكورونا، لأنه كمان أنت يعني تخيل أنت قاعد محبوس في البيت وطول نهارك، يعني لما خاصة باللوك داون، لما يعملوا اللوك داون ممنوع تطلع ممنوع تيجي ممنوع، فأنت قاعد في البيت بأبارتمنت يعني متأخذني خلينا نقول 900 سكوير فيت، فيعني وحتى البيلدينج نفسها الفاسيلتيز تبعتها يعني من السويمينج بول والجيم واللايبرري والترس والمش عارف كانوا مسكرينها كليتهم، وبعدهم في كتير مدن بعدهم مسكرين الفاسيلتيز هاي كليتها، فتخيل انت يعني في ناس كتير كانت مستاجره بهاي الابارتمنت انخنقوا، فهلا صار في يعني فرصه جيده جدا لشراء الكاندو ماركت، لانه متوقعين زي ما فصلنا احنا بالموضوع الكاندو انه اوتاوا لسه ما لحقت البيج ماركتس الموجوده حوالي العالم، ففي بصور فرصه جيده جدا سانحه للاستثمار بالكاندو ماركت بحكم انه صار في عرض كبير كتير بالماركت. سؤال، هل تنصح من الاخ فراس، هل تنصح حاليا بشراء منزل الان او الانتظار؟ برضو بنحكي عن حسب وين بالنسبة لأوتاوا. إذا بنتكلم بأوتاوا، أوتاوا بعدنا إحنا الأسعار نعتبر أرخص من غيره، واللي بيحصل بأوتاوا الأسعار اللي موجودة هلأ حاليا تعتبر تصحيح للأسعار المنخفضة اللي أساسا موجودة كانت. إحنا نعتبر كنا أسعار منخفضة جدا، حسب أنا بتكلم حسب الـ average household income. شو يعني؟ يعني كل بيت له دخل معين بيعملوا averaging، فبيشوفوا الحكومة أنه أوكي البيت husband wife average بكون الدخل بأوتاوا هلأ حالياً بحدود 130,000 ماشي، وحسب الانترست ريت اللي موجود هلأ حالياً 130,000 البنك بيعطيك 5 أضعاف الدخل تبعك الجروس قبل التاكس. إذا أنت بتتكلم إذا أنت بتتكلم 130,000 مثلاً أوكي، إذا تضربها بخمسة بتتكلم عن 650,000، هذا غير الداون بيمنت، يعني البنك بيعطيك 650,000 in average طبعا حسب الريت وحسب هذا وحسب كتير شغلات وحسب حسب الريت تبعك وحسب وحسب، بس بشكل عام احنا بنضرب الدخل تبع الإنسان بخمس أضعاف بشكل عام. فإذا الأفرج 650، الأفرج فاميلي أو الميدل كلاس فاميلي أوكي كانوا بأوتاوا يشتريوا سنجل هومز، وهذا طبعا غير طبيعي يعتبر، لأن سنجل هومز عادة تعتبر للويلثي بيبل، السنجل هومز عادة تصنف للتاون هاوسز، عفوا الميدل كلاس تصنف للتاون هاوسز. فاللي صار هلا أنه عشان صارت التاون هاوسز 650 بالأفرج هذا أو 700 بأوتاوا، هذا صار التصحيح اللي كنا بنتكلم عنه، إنه الواحد يكون household income تبعه دخله 130,000 كهاوس إنكم ويكون الأفرج تبع أوتاوا 500,000 مش منطق أبدا، كانت تعتبر رخيصة أساسا. يعني هذا غير إذا إنه هو محوش down payment أصلا، يعني في ناس بتكون محوشة 50,000 100,000، فانت يعني تعتبر اسعار رخيصه كانت بأوتاوا. فلسه في مجال انه يطلع، اللي موجود هلا هو التصحيح، بنلاحظ انه في شويه هدوء هلا صاير شويه مش كثير، يعني ما تفهم الناس غلط، لسه في مالتيبل اوفرز ولسه بيجينا اوفرز على كل ليستنج، بس
هدوء يعني رمضان من... ايه عفوا هدوء ما قبل رمضان هدوء ما قبل وفعلا هو تعرف الجالية العربية بتأثر كتير يعني بال... خاصة بماركت زي أوتاوا لا هي يعني تعتبر من الجالية يعني من أكبر الجاليات الموجودة في أوتاوا فبتأثر كتير طبيعي فنلاحظ هدوء شوية شوية بلش بالماركت عندنا في أوتاوا كان يجينا 30 آفر على كل بيت هلأ صار يجينا 2 3 صار في شوية شيفتنج هلأ مش كل المناطق يعني في مناطق زي مثلا أورلينز زي مناطق بالساوث أوتاوا بارهيفن لسه قوية جدا لسه بيجيها 10 آفرز حسب طبعا الكلاس تبع البيت بس إذا نتكلم كتاون هاوس بكناتا وببارهيفن بعده عم بيجينا 5 آفرز بلس بأورليز صار يجينا 1-2 أحيانا بيصير يتصل فينا الإيجنت مشان الله بعتولي آفر فالأمور شوية بلشت الترو هذا مش معناته إنه الأسعار يعني حتى نضرب أنا أجين بنبه إن طول عمرنا كنا على رضوان كنا طول عمرنا نشتغل إحنا نعرض بيت للبيع وينباع يعني خلال شهر مش خلال يومين فهلأ الوضع هذا أب نورمال فإذا بهدى شوية بكون جيد جدا للجميع يعني كبائع وكمشتري أكيد. طيب أنا بدي أركز طبعا إحنا جاوبنا رضوان إنه مش فقاعة هاي بدي أركز على موضوع الأوفر آسكينج وهذا يمكن الموضوع اللي كل بيحكي فيه وضعها أذرني بس هذا اللي يعني ما بتنين بتودودوا في موضوع الريال ستيت اللي بقول لك يا أخي إشي مش طبيعي يعني بنعرض البيت هاي هذا بيت معروض كان كنه ب 820 ألف انباع أوفر آسكينج وهي يعني ما عمرها صارت في مدينة أوتاوا ب 400 وإشي هدول عرضوا 400 ألف وما قدروا يأخذوا البيت الصورة اللي بعدها في نورث يورك شمال تورونتو هاوس انباع ب 612 ألف أوفر آسكينج يعني هذا اللي فوق المبلغ هذا انباع بمليون وإشي أو مليونين ومئتين ألف كان مليون وتسعمية فحكينا عن هاي الظاهرة اللي هي أوفر آسكينج اللي عم بتصير هلأ زمان ما كنا نسمع فيها يعني كان بالعكس تنزل من سعر البيت أجين مش كل المدن بأوتاوا صح كان بتكون بتنزل بسعر البيت العادة يعني بس بتورنتو طول عمره كانت بيدنج يعني صلنا يمكن 10 سنين منشوف بيدنج أوفر آسكينج يعني فانكوفر تقريبا من نفس الوضع إلا لما فرضوا 15% تاكس على الفورن إنفسترز شوية هديت وبعدين رجعت كملت تطلع ف أوتاوا إذا بنتكلم عن أوتاوا بالنسبة للسلايد الأولانية اللي أنت حكيتها في شويه يعني مغالطه بالانفورميشن اللي محطوطه بالميديا الميديا بتاخذ ما تاخذني احيانا للاسف من غير ما تسال الليستنج ايجنت او تستوضح من البائع والمشتري او الليستنج بروكرج احيانا احنا كريلتورز لما بنشوف بيت شويه وضعه مش كل هالقد فنعمل سعره أقل من سعر الماركت. هذكر لك مثال كان في بيت وحكوا عنه كتير بالنيوز وبالميديا بأوتاوا كان في بيت حطت بالنيوز إنه هذا البيت انباع over $1 million طبعا إحنا عندنا أوتاوا هذا مش زي تورونتو إحنا أوتاوا over $1 million هذا يعني يعتبر nice house big house فهذا قاعد يقول إنه the first $1 million over in Orleans. طبعا هذا كانت المعلومة خاطئة كليا خاطئة لأنه البيت ما كانش في أورلينز أول إشي كان east of Orleans في منطقة اسمها كامبرلاند. أوكي. كامبرلاند. كامبرلاند مختلفة عن أورلينز. كامبرلاند كلها state properties big lands نتكلم 2 acres 3 acres والبيت كان mansion big house. اوكي لما الناس تقول او بيت بأورلينز اوفر مليون الناس تتخيل هالبيوت اللي هي المعتدين احنا عليها دبل جراج فور بدروم يعني ابو 2000 ل 3000 سكوير فيت لا هذا بيت كان معروض بهدف ب 800 ألف لسبب
ما فينا أخذ في الموضوع كتير. الايجنت حطه لسبب ب 800,000 عشان يستقطبل الشرة، ونباع بالآخر بمليون ومئتين، فنباع ب 400,000 أوفر أسك، وهو أساساً بسوى فوق المليون أصلاً. الايجنت حطه لهدف معين بال 800,000 بحكم وضع البائع، وبحكم أكيد يمكن يكون كان عنده مشاكل مادية يعني وخلافه. فالميديا أحيانا لما بتذكر الخبر ما بتذكر بالطريقة اللي هي مع توضيح أسباب الوضع اللي موجود. بالنسبة ل قلت لي نورث يورك الخبر الثاني، لا نورث يورك الثاني في نورث يورك. الخبر الثاني بالنسبة لهذا نورث يورك، نورث يورك طبعا الوضع شوي مختلف، متعودين احنا على المالتيبل اوفرز بالمنطقة هذه، خاصة طبعا في تورونتو. في مناطق يعني احيانا بحطوا لك صورة بيت يعني قايل للسقوط، بقولوا لك اوه this house sold for over a million. طب هلا مضبوط على عيني وراسي this house sold for over a million، بس هو مش عشان البيت او sold over a million، بس طبعا الميديا ما بتحكي هالكلام، بس انه بدها تعمل سبق صحفي، عرفت كيف؟ مع احترامي لكل الميديا طبعا، بس هذا سبق صحفي بدهم يحطوه، بس طبعا بيأثر على نفسية المشترى والبيعين. هذه البروبرتي اللي كانوا حاطين صورتها الخبر، بحثت انا في الموضوع واكتشفت انه الارض مسموح تبني عليها برج. طب يعني البراج مزبوط. الموضوع مش موضوع البيت اصلا يعني، ففي مغالط احيانا بالمعلومه للاسف يعني. فاحنا كدورنا تواصلنا مع الميديا اللي اعلنت هذا الخبر، وتواصلنا مع الميديا اللي اعلنت هذا الخبر، وصلحنا لهم المعلومه، وطبعا ذكروها بشكل سريع بالنشره اللي بعدها تصحيح المعلومه يعني. فبس انه بنحاول قد ما بنقدر انه نذكر الاخبار بطريقه سليمه. استاذ وضاح، الآن الأوفر آسكينج هذا إشي حلو كتير لأي واحد بده يبيع بيته، يعني بحط رجليه بمي باردة زي ما بحكي وبيبيع هالبيت، بس المشتري عم بتأثر نفسيا يعني، بروح وبيجبوا البيت عم بحط مبالغ. مساكين المشترين والله، المشتري فعلا يعني. حط نفسك أنت كريال ستيت، حط نفسك محله. الآن أنت عم تحكي له أنا بدي أحط 200,000 أوفر برايس، واخر شيء ثاني يوم انت بتتصل فيه تقول له للاسف البيت راح باكثر من ذلك. فهل تتوقع انه من الافضل انه نغير السيستم تبع البيع في كندا؟ انا بعرف مثلا بعض الدول زي استراليا ودول ثانيه في جنوب شرق اسيا عندهم اوكشن سيستم، بتروح على البيت بوقفوا كل البايرز وبيعملوا الاوكشنز. هل تتوقع أنه ممكن نروح لهذا النظام قريباً ولا لسه بعيدين إحنا عنه؟ هلأ في بعض البيلدرز جربوا هذه الخطوة على فكرة، في ما بدناش نحكي أسامي بيلدرز عشان ما نعمل دعاية، بس في بيلدر هنا مثلاً بأوتاوا جرب هذه الخطوة وخطاها، وباع عدد من البيوت بالريليز تبعه موجودين بكناتا، باعها عن طريق البدك، حطوا طلعوا على الويب سايت وقالوا الساعة مثلا 11 بدنا نبلش بيدنج، والستارتنج بيد ب 750,000، وكان البيت طبعا بسوى اصلا هو مليون يعني. فلما هم يبلشوا ب 750,000 اجين هذا لهدف معين هم حاطينه يعني عشان يستقطبوا الناس وكذا، فطبعا انباع البيت بالاخر يعني بمليون ومية ومليون وخمسين، وأكيد طبعاً طلعت الميديا أوف والله مباع ب 300,000 ب 400,000 أوفر آسكين. بس ما هو هذا البيدنج كمان يعني للأسف البايرز بصير عندهم حالة، بقول لك أنا لأنه المشكلة الباير بكون عامل أبروفل معين يعني، خلينا نقول واحد أنا باير أنا مشتري أنا عامل أبروفل من البنك ب 600,000، بطلع على السيستم بطلع على realtor.ca وبطلع بحط البجت تبعتي 600,000 زي ما قال لي البنك، فبتطلع لي البروبرتيز بلاقي اوف والله هذا نايس سنجل هوم، والله هذا نايس مش عارف، والله هذا هنا موجود هذا موجود. وهدول اساسا البيوت ما بقدر اجيبهم اصلا لانه كل بيت فيهم حينباع 100,000 اوفر يعني، فهو حينباع اكثر من البادجت تبعته. فهاي بيجي دور الريلتور او الاستشاري العقاري، هو هذا دوره، دوره انه يوضح هذا الكلام ويوضح هذا الموضوع
للمشتري، لأنه الماركت اختلف عن 2019. 2019 راح بدور البادجت تبعته من البنك 700، بروح بطلع بدور 700، بلاقي بيت ب 700، بروح بعمل له نيجوشيشن بشتري ب 680. هلا لا، 700 معناته توقع انه ينباع فوق 800. فانت اذا البادجت تبعتك 700 من البنك، ما تطلع على بيوت معروضه ب 700، بدك تطلع على بيوت معروضه ب 650. هذا ماكس. طبعا كل منطقه شكل، اجين نرجع من عيد، كل منطقه شكل. عشان هيك لازم يتواصلوا مع الخبير الموجود في المنطقه والخبير العقاري الموجود بالمنطقه، ويكون خبير شاطر وفهمان وصار له فتره موجود في المنطقه. على هالاساس هو بيقدر ينصحهم انه مزبوط هذه المنطقه، بتطلع على الهيستوري خاصه السنه الماضيه، مش هيستوري انا بتكلم من 3 4 سنين، هيستوري السنه الماضيه بالذات، بتطلع على الهيستوري بيشوف انه قديش عم بينباعوا، صار لهم خاصه كمان خاصه اكثر اخر شهر، الشهر الماضي. يعني الشهر الماضي بنلاقي فيه اختلاف كبير بين الشهر الماضي والشهر اللي قبله، يعني بين الشهر الماضي والشهر اللي قبله بنلاقي انه في زياده حوالي كمان 10% 15%، يعني فما في كمان تقارب. فانت بدك تطلع بتقول اوكي والله نسبه المزايده بحدود 150 فوق الاسكي، او بحدود مثلا مش بقوله احيانا بقول لك sold for 100% asking، او مثلا بقول لك sold for 100 and مش عارف 9% asking. بدك تشوف هذه النسبه، بتسال الخبير العقاري المنطقه هذه قديش sold over asking، 10% 20%. فانت على هالاساس بتحدد البادجت وبتقرر كيف تشتري وين تشتري بالضبط وباي منطقه تشتري. أنا صراحة عندي أسئلة كتير، بس الأهم من أسئلتي أسئلة الجمهور، المشكلة أكيد. الوقت عم بداهمنا، فلو نروح عليهم. في سؤال إذا مهم إذا بدك تقطشني بالكلام اقطشني، ما في مشكلة عندي. لا أنا مهم عندي الجمهور، أنا صراحة أسئلتي محضر في كم سؤال، لكن أسئلة الجمهور أهم عندي. ميسون تقول لك هل لديك نصائح لمن ينوي البيع والشراء دون أن يجد نفسه ياع ولم يجد ما يناسبه؟ يعني باع باع يجد نفسه انه باعه قبل. شوف هلا المرحله هاي اللي احنا فيها، طبعا حسب المنطقه كمان، بديش اضلنا عيد وزيد، بس حسب المنطقه، بس المرحله هذه اللي احنا فيها الافضل انه يشتري قبل ما يبيع، لانه البيع يعني بنتكلم مضمون برضو حسب المنطقه وحسب 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 نتكلم، بس بشكل عام البيع مضمون، وبخلال اسبوع او اسبوعين بالكثير لازم يكون البيت طاير ومبيوع. هلا الا اذا الايجنت يعني ما بعرف مش عامل شغله، او وضع البيت ضعيف جدا او تعبان او وخلافه، او هو طالب رقم مش منطقي بالمره، هذا موضوع تاني. بس البيع سهل جدا، بضل انه يلاقي بيت اللي هو بده يشتري. الافضل انه يدور على بيت ويشتري بيت ويامن حاله انه اوكي بعد 3 اشهر عنده بيت يستلمه، والافضل انه يحاول يلاقي له مخرج انه ممكن يستلم البيت ابكر، حتى لما يجي هو يبيع بيته ويجاء واحد يشتري بيته بتاريخ ابكر من تاريخ الاستلام، ما يصفي بلا بيت وما يخسر بيعه بيته. طيب في سؤال عن ادمنتون، عندك اي معلومات؟ انا بعرف انت مرخص في منطقه انتاريو، بس ادمنتون هل تنصح بشراء منزل فيها؟ ادمنتون لا، فيها فيها طلب، بس أكيد مش زي أونتاريو. إذا بحبوا أعطيهم معلومات معينة ممكن أوصلهم بناس إحنا بنتعامل معهم هناك بإدمنتون، وممكن يعطوهم تفصيل أكتر وواضح أكتر عن المناطق هذه. طبعاً إدمنتون بتوقع بوضع مختلف شوية، لأنه عندهم الريسورسز وعندهم موضوع الغاز وعندهم موضوع، يعني الموضوع شوية مختلف ومعقد نوعا ما، فبده قعدة، وصعب اني اقول والله بنصح تشتري او ما بنصح تشتري. صحيح. في سؤال من ميسون، هل تعتبر بالنسبة للبائع ان من الممكن عرض منزله بقيمة اعلى من قيمته مثلا بمئة الف، تحسبا بما اننا مثلا هي في مونتريال بوضع مضاربة كبير ومزايدة في الاسعار؟ صحيح. شوف هلا في ناس كتير احنا لما بنيجي بنعرض البيت بيجي بيقول لي ما هو جاري باع بمثلا 700 الف، ليش انا احطه ب 600 الف؟
اللي كان زمان كنا نعمله ب 2019 وقبل، كنا نطلع على الأسعار البيع، يعني مثلا واحد باع ب 600,000، فكنا نيجي نقول له أوكي إن هداك باع ب 600,000 وكان عارضه مثلا 620 وباع ب 600، خلينا إحنا نعرضه ب 610 عشان نجيب 610 مثلا. هلأ الموضوع انقلب، أوكي هلأ صارت تجينا الناس تقول طب ما هداك باع ب 700 ليش أنا أعرضه ب 600؟ لأنه تعرف الناس عم بتحط 100,000 أوفر، خلينا أعرضه ب 700. هذا طبعا غلط، لأنه إذا بيعمل هيك، إذا بيعمل هيك حيهرب منه الناس، لأنه الناس هلأ في مخها إنه بده يتوقع إنه يحط 50 ل 100,000 زيادة. فبدك تعرف أنت سيكولوجي تبعت الباير لما تيجي تعرض. فعشان هيك إحنا هلأ مضطرين إنه، لأنه إحنا عم نتعامل مع السيكولوجي تبعت البايرز، مضطرين إنه تاون هاوسز عارفين إنه هينباع ب 600 بس نضطر نحطه ب 499. كم تاون هاوس شفنا مثلا بأوتاوا معروض ب 499 واحنا عارفين انه حينباع ب 600 و650، لكن المشكله اذا احنا حطيناه ب 650 صار المتعارف عليه انه الباير بيقول لك اخ هذا 650 هذا بكره بده ينباع ب 750، لا يا عمي بديش اشوفه، مع انه احنا طالبين السعر المعقول يعني، بس خلص صار في لغايه ما تهدى الدنيا شوي ساعتها بنقدر نرجع نغير التركيبه. فالافضل انه نعرض حسب الافرج ليستنج مش حسب الافرج سيلينج برايس. رضوان عنده سؤال بقول لك هل برايك ستنزل الاسعار ام ستبقى على ما هو عليه حسب المناطق؟ اكيد حسب الموقع، بس بتصور جوابنا هالسؤال وما بصور اوتاوا في وضع. هلا اذا في عندنا وقت ممكن اذكر عده مشاريع موجوده بتورونتو بأوتاوا وبمدن كثيرة في ممكن أذكرها حتى أطمن الناس إنه في big businesses coming. إذا بسمح لنا الوقت وإذا أنت تسمح لنا نرجع كالجاري، هل في عندك أي معلومات برضو زي زي ما قلنا كالجاري؟ يعني شوية الوضع مختلف شوي، ممكن أكيد نواصلهم بناس هناك ونعطيهم معلومات أفضل، بس أنا بعرف إنه كالجاري تعتبر قوية والماركت فيها ستيبل وما عم نسمع عن مشاكل موجودة هناك. طبعا أنا فعليا مش موجود هناك، بس أنا عم بطلع على الإحصائيات والأرقام اللي بتوصلنا من ايجنتس إحنا بنعتمد عليهم هناك في المدينة. فإني أكون أنا إني خبير إني أعطيك معلومة إنه كالجاري والله ممتاز الماركت هناك روح اشتري فيه، يعني معلش اعذرني صعب شوي. موريال الماركت كتير قوي، موريال الماركت كتير قوي، في كتير من النازحين الانترنال إميجريشن خلينا نقولها اللي بيطلعوا من تورونتو طلعوا على مونتريال وعم بيجوا على أوتاوا. فمونتريال أول ضربة الكورونا بعد أول اللي هو البيج لوك داون لثلاث اشهر وارتفع وضع الماركت بشكل قوي، ونتوقع انه they gonna hold their grounds. مونتريال مدينه تجاريه ومهمه وبتقع على ممر نهري كبير مهم لكندا، والتجاره فيها كتير قويه بحكم انها لها تواصلات لغويه فرنسيه مع الدول الاوروبيه ومع دول افريقيه، ف موقع مهم واستراتيجي لكندا والاندستري تبعها كتير مهمة. أحياناً طبعاً بنضرب فيها الماركت مونتريال زي ما صار بالرفرندوم اللي صار لما طالبوا بالانفصال ككيبيك وإنهم هم بدهم دولة منفصلة، كان موقف مختلف هذا، فشوية الأسعار الماركت انضربت أياميها. بتذكر بأول التسعينات كان هذه وأنا شاهدت هذا الكلام، فالماركت شوية انضرب أياميها لكن رجع تعافى ورجع قوي، وبتصور حيكمل لفترة معينة هذا الكلام. نعم. وينزر أنا سمعت عنها كمان في بومينج كبير في وينزر. وينزر هلا بعد أولها هو صار في تأثير شوي بوينزر، وتكلمنا بالصور السنة الماضية عن وينزر بشكل سريع. وينزر تأثرت
لما سكروا الحدود تأثرت بشكل ملحوظ، ولأنه هي معتمدة اعتماد كبير على أمريكا طبعاً، لأنه معظم الناس كانت تروح تشتغل across the bridge ويرجع. بس هلا طبعا بحكم انه انفتحت يعني نوعا ما الحدود، وبحكم انه صار في بدائل انه الواحد يشتغل من البيت، فالناس اطمنت اكثر، وبحكم انه الميجريشن اللي موجود من تورونتو للضواحي ضغط على وينزر وهاملتون ولندن ونياجرا، فعم بيعمل ضخ سكاني بالمناطق هذه. فأكيد الوينزر موقع مهم واستراتيجي بحكم أنه المعبر، فبتصور أنه الماركت ممكن يكون جيد بالمرحلة الجاية. جاتينو بسألك رضوان، هل ارتفاع أسعار البيوت في أوتاوا أثر على أسعار البيوت في منطقة أو مدينة جاتينو؟ جدا جدا طبعا جدا، جاتينو انتعشت بشكل ملحوظ جدا بوضع أوتاوا، وصار فيها زيادة بالأسعار بشكل قوي جدا. طبعا ما لحقت الأفريج تبع أوتاوا أكيد لا، بس إنه لأنه هي أساسا كانت أرخص من أوتاوا بكتير كعاصمة، لكن بحكم إنها across the bridge للي ما بيعرف، تقطع جسر من أوتاوا بتوصل على جاتينو، فالموضوع سهل جدا، وفي federal departments ضخمة جدا موجودة على الطرف الثاني من النهر عند بكيبك اللي هي بجاتينو، فيها موظفين بالألاف، يعني الموضوع مو سهل، والجسر بخدم الطرفين من أوتاوا لجاتينو من جاتينو لأوتاوا، فجاتينو تأثرت وارتفعت الأسعار، فالأسعار اللي لما زادت كتير بأوتاوا اللي مش قادر صار يحصل بأوتاوا صار يروح على جاتينو ويشتري، وهذا عمل ضغط كبير جدا بجاتينو بطبيعة الحال. أنا بدي سريعاً أعرض سلايدين، هذا سلايد جايبينه من ستاتيستيك كندا، بتكلم عن كم شهر لازم توفر عشان تقدر يكون عندك داون بايمنت للبيوت. طبعاً هذا حسب ستاتيستيك كندا في الفورث كوارتر، في الربع الرابع من 2020، يعني السنة الماضية الربع الأخير. فانكوفر تعتبر طبعا الاول للديتاتش هاوس الاحمر والبرتقالي للكوندوز. فانكوفر اكثر مدينه بتحتاج فيها مبالغ، بدك 409 اشهر عشان تجمع للداون بايمنت. تورنتو 289 شهر، اوتاوا 39 شهر، يعني احنا كويسين في اوتاوا محترمين. هالكلام اللي بنحكيه، هالكلام اللي بنحكيه احنا، عشان هيك بنقول أوتاوا تعتبر very modest يعني مقارنة يعني. وطبعا هذا برضو ببين الداون بيمنت في فترة، انا بعرفش هاي هي صحيحة ولا لا استاذ وضاح، كان اصلا ما في requirement للداون بيمنت صحيح في 2006. كان في هو في يعني هو مش requirement، هو كان ما عدنا بمرحلة احنا زمنية انه مسموح 0% داون بيمنت. عشان هيك هي عندك بالشارت نازلة للصفر يعني. الآن حسب هذا الشارت يقال إنه الأفرج، طبعاً الأفرج بيحكوا مش كل المدن، إحنا ورجناكم هون كل تقريباً معظم المدن، لكن هون الأفرج بيحكي إلى 60 شهر تقريباً بده الأفرج. طبعاً هذا زيادة كبيرة في الموضوع لأنه ازدادت الأسعار تبعت البيوت. طيب احنا سريعا استاذ وضاح، انا عارف اخذنا من وقتك ووقت الجمهور، ولكن الموضوع مهم جدا، لو تعطينا بعض النصائح للبايرز وبعض النصائح للسيلرز، خاصه احنا جايين على موسم صيف بصير في برضه ربيع وصيف، هذا بصير في زياده في البيع والشراء. صحيح. اوكي، هلا اذا بنتكلم كبايرز، البايرز أول إشي لازم يعملوه بحكم الوضع اللي موجود هلأ حالياً، يعملوا pre-approval، مش بس pre-approval، يعملوا يعني لما يتواصلوا مع البنك تبعهم أو المورجيج بروكر تبعهم يعطوه كل الأوراق اللي هو طالبها، يعني مش بس إنه تعرف فيه أحياناً كنا زمان إنه والله أوكي أنا والله دخلي 50,000 والله أوكي بصح لك هالقدي، وبس الكلام كله verbal،
هلأ لا مفروض لأنه أنت داخل مفروض قوتك لأنه في multiple offers والموضوع مش مزح، فما بدك تدخل وتأخذ بيت ويوفقوا لك خاصة بالmultiple offers وبعدين تكون أنت أساسا مش عامل full approval مع البنك. الكواليفيكيشن كتير مهم، اعطي كل معلوماتك للمورجج بروكر تبعك واصبر واستنى لغايه ما يعمل كريدت شيك كامل عليك وياخذ اوراقك والبي ستوبز والكلام كله هذا والتي 4 ويعرف بالضبط قديش حدودك بالبادجت. في نوعين ممكن يعطيك اياهم البنك، في رقم ممكن يعطيك اياه انك تعرض كونديشنال بشرط انه فاينانشال ابروفال، وفي رقم تاني ممكن يعطيك اياه بالمضمون without conditions. هدول الرقمين بدك تعرفهم قبل ما تروح بلش تدور على بيت. البنك ممكن يقولك اوكي احنا ممكن نعطيك approval ب700 بس بدنا approval من الunderwriter من المش عارف مين، فبتقول له طيب اوكي ايش اللي 100% approved، بقولك 650. فبدك تنتبه ما ترمي offers على 700 unconditional. واحنا هلا كثير بنعمل unconditional بحكم انه المالتيبل اوفرز حتى يكون الاوفر تبعك اقوى من غيرك. هاي نقطه. النقطه الثانيه للبايرز انه الانسبكشن، في كثير ناس هلا عم تعمل اوفرز من غير ما تعمل انسبكشن. احنا بنتفهم هالموضوع ودائما بيسالونا الناس طب كيف انا بدي اشتري بيت من غير ما اعمل له انسبكشن؟ تيجي هنا خبره الايجنت اذا هو، لانه هو مفروض يكون عامل انسبكشن، مش هو يعني شايف inspections لما يعني إذا عنده خبرة باع طويل بهالمجال فبكون شايف inspections وعارف بالضبط على إيش بتطلع وبنصحك. وإذا أنت بتقدر تعرف من نفسك لما تأخذ الإيجنت وتخش البيت إذا عم بنصحك أقول لك آه والله فيه هنا الروف هذا ضيل له 4 سنين، هنا الفرنس هذا ضيل له 5 سنين، فأنت بتعرف لحالك إذا الإيجنت هذا فهمان ولا لا. أوكي، فبدك يا إما بتأمن له يا إما إذا بدك تطمن أكتر قبل ما تعمل آفر بدك تجيب انسبكتر تفحص البيت قبل ما تعمل آفر. بس المشكلة وين؟ المشكلة انه اذا عملت آفر على بيت قبل ما اذا جبت انسبكتر وعملت آفر وكان في ملتيبل آفرز ما كسبته، يعني انت كأنك حطيت فلوس على الفاضي. البيت الثاني بتعمل كمان آفر برضو مثلا ومع انسبكشن وبرضو ما اخذته البيت، فبدك ضلك تحط انسبكشن انسبكشن انسبكشن، يعني هذا في ريسك لازم ياخده. صحيح. هذا بالنسبة للبايرز. إذا بقول لك الإيجنت الماركت هنا قوي وحط 50,000 أوفر أسكينج، حط 100,000 أوفر أسكينج طالما إنه مع موافقة البنك ومع الميزانية اللي حدد لك إياها البنك ما تضعف وقوي قلبك وإرمي، غير هيك مش رح يطلع لك بيت بوضع الماركت اللي موجود هلأ حاليا. بالنسبة للسيلرز، السيلرز كتير مهم بالمرحلة هذه لانه الماركت عم نحس انه من 30 اوفر نزلوا ل مش كل الماركت، اجين مش كل الماركت، بس ملاحظين انه في مناطق من 30 اوفر نزلت ل 4 اوفر 5 اوفر، في مناطق حتى 1 اوفر 2 اوفر. فهلا المرحله اللي جايه كتير دقيقه، اللي بده يبيع بيته لازم يكون بيته بيرفكت، يعني على تم وجه، يعني يكون مدهون والضواو مجددها، وخاصة هلأ التلج داب كمان لازم يكون منظف الباك يارد ومنظف الفرونت يارد ومزبط البيت. ما بنتكلم احنا مصاريف دخل ضخمة، ما بقولك انا هد المطبخ وهد الحمام، مو شرط، بس ابسط شغلة ممكن تعملها تنظف حوالين البيت خاصة بعد الوينتر، دائما بيكون في كتير يعني المنظر مش كتير ملائم، بتنظف حوالين البيت بتخليه ملائم منظره طيب وجيد، وبتدهن البيت وبتبدل الضواو للنيو LED لايتس للنيو الكروم اللي مش عارف ايش اللي هم المودرن لايتس. اللايتنج كتير مهم للبيوت والبينت كتير مهم، وطالما انه غير هيك البيت مقبول ممكن يجيك مالتيبل اوفرز، هذا كتير مهم. ودائما اتذكر للسيلرز اعرض بسعر الافرج ليستنج برايس مش بسعر الافرج سيلينج برايس زي ما شرحنا قبل هيك. استاذ وضاح، انا بدي اشكرك شكر جزيل على المعلومات اللي اعطيتنا اياها اليوم، معلومات فعلا اكثر من رائعه، انت دائما تنقذنا في الاونه الاخيره. نتمنى دائما انك تكون معنا وتتكلم عن هذه الامور وتجاوب اسئله المشاهدين، لانه
أكيد في ناس كتير بتسأل هاي الأسئلة وما عندها وقت مثلا أو تعرف حدا، برضو بشجعكم إنكم تتواصلوا مع الأستاذ وضاح في أي وقت بتحبوا إنكم تحصلوا على معلومات. التلفون تبعه موجود على الشاشة تحت الاسم تبعه اللي هو 613، حط لكم اياه هون 613-878-3041 613-878-3041. الأستاذ وضاح عنده تيم كامل ممكن يساعدكم. في النهاية بدي أترككم مع هاي الصورة اللي هي عن الworking from home، هذا كلب رعي المشاة شغال، الأخ بيشتغل من البيت من وراء الشاشة. فعلا احنا حيتغير كتير شغلات في حياتنا بسبب الكوفيد، الشغل من المنزل حيصير أكثر، وأتوقع أنه هذا أكيد حيغير من كتير شغلات ومنها الريال ستيت ماركت. حلقة كانت أكثر من رائعة أستاذ وضاح، أشكرك شكر جزيل باسمي شخصيا باسم قناة كنار باسم جميع المشاهدين اللي كانوا معنا. نتمنى لكم التوفيق والسعادة، وإن شاء الله أنت وفريق اللي معك كامل تكونوا دائما بخير، وانتبهوا على حالك وعلى صحتك وعلى صحة عوائلك. نتمنى لكم كل التوفيق، شكرا لكم جميعا وتصبحون على خير. شكرا، شكرا لك دكتور، وشكرا على استضافتك، وشكرا للمستمعين. من وجه طبعا تحية لكل المستمعين ولجهودك الطيبة، وبرنامج جدا جيد وممتاز وفعال وبساعد الناس طبعا كتير. وطبعا بوجه تحية للتيم تبعي، بوجه تحية للبارتنر تبعي قصاي كرباج اللي بسموه مختار أوتوا، منوجه له تحية وتصبحوا على خير، وشكرا لاستضافتكم إلي. شكرا مرة ثانية.